اهلا بحضراتكم في العيد بتكتر الافراح ومفيش فرح من غير حنه العروسه الحنة من الطقوس المصرية الأصيلة يمكن بتختلف من مكان لمكان ومن محافظة لمحافظة لكن الحنة ليها قدسية عند كل المصريين بتوصل لحد أن الجوازة ممكن تتفركش لو ما فيش ليلة حنة حب المصريين للحنة واحتفالهم بيها خلاهم يعملوا لها أغاني كتيرة جدا وعلى رأي عبد العزيز محمود لما قال كعبه محني وكفه محني والورد اللي في خده محني حتى شفايفه بلون الحنه ودي اغنيه مشهوره جدا للفنان عبد العزيز محمود وعلى راي كمان محمد رشدي لما قال كعب الغزال يا متحني بدم الغزال قبل ما اقول لكم اغرب طقوس الحنه في مصر خليني اقول لكم اصلها المصري الاصيل الحكاية بتقول إن الحنة رمز الوفاء والحب والمصريين أخدوها من جدتنا الكبيرة الملكة إزيس اللي جمعت قطع جسد أوزوريس واللي اتفرقت على 14 مكان وبقى لون إيديها باللون الأحمر وعلشان كده المصريين اتباركوا بلون الحنة وبقوا يلونوا إيديهم بيها في كل المناسبات وبقى طقس مهم جدا في الأفراح سلو بلدنا العروسة لازم تتحنى علشان ده رمز الوفاء والحب طبعا هتسألوني دلوقتي يعني العروسه بس اللي بتتحنى في مصر لا طبعا العريس كمان هو بيتحنى بالعكس ده طقوس حنة العريس في بعض محافظات مصر أكبر بكتير من ليلة حنة العروسة يعني أهلنا في الأقصر مثلا لازم يحموا العريس بالحنة وبتتعمل كمية كبيرة جدا من الحنة وأصحاب العريس هم اللي بيقوموا بالحكاية دي كلها بيفضلوا يوقعوا في الحنة ويلطخوا كل جسمه بيها لحد ما يبقى استحمى بالحنة كلها قبلها العريس لازم يجي لابس جلابيه بيضه ويرقص على الحصان او حتى يرقص بالعصايه اللي هو التحطيب على رأي اهالينا في الصعيد، وكل ده طبعاً على انغام الربابة والمزمار البلدي والموسيقى الشعبية الحلوة. من الطقوس المهمة كمان في الأقصر إن الحنة تتصنع في بيت العريس يدوياً في اواني كبيرة، وبتتكون من ليمون وحنة بلدي وبرفيوم وحاجات تانية من عند العطار، وبتفضل ريحتها الحلوة في البيت فترة طويلة. من طقوس الحنة في المنيا إن أصحاب العريس يقطعوا هدومه في الشارع قبل ما يتحنى، وده رمز مهم إنه خرج من حياة العزوبية خلاص دخل حياه الزواج والاسره، نروح لفصل سريع ونرجع نكمل لحضراتكوا حكايه ليله الحنه. طبعا مش محتاجه اقول لكم عن ارتباط الحنه باهالينا في النوبه واسوان، وازاي هي جزء اساسي في زينه العروسه وزينه الاعياد والمناسبات. هناك بقى ليله الحنه عادات مهمه جدا، بدايه من لبس الجرجار وده توب من الطول الاسود الخفيف وبعده الدلكه ودي عباره عن خشب الصندل والمسك وانواع كتير من الحبوب بتتخلط بنسب معينه وبتتحط في ميه سخنه وعليها زيت سمسم وزيت زيتون المزيج ده بيتكون زي الصلصال وبتتعطر بيها العروسه أهلنا بقى في النوبة وأسوان اتعودوا على إن الحنة مش ليلة واحدة قبل الفرح زي ما بيحصل في أماكن كتير لأن الحنة هناك بتسبقها أيام تحنية العروسة ودي بتعملها ست كبيرة بيسموها الحنانة شغلتها إنها ترسم أشكال ورسومات حلوة على إيدين ورجلين العروسة ومن الطقوس كمان إن العريس ممنوع يحضر حنة العروسة لأن ده فالوحش جدا لكن ممكن يتعمل له حنة في بيته بعيد عن بيت العروسة ويحطه في كف إيده قرص صغير من الحنة على سبيل للبركة. الاحتفال بليله الحنه مش بس منتشر في الصعيد ده في كل محافظات مصر وتقوسه في كل مكان بتتشابه يعني في الارياف والمناطق الشعبيه ومحافظات القناه لازم تلاقي الصينيه المليانه حنه وفيها شموع وبيرقصوا بيها في الشارع كل اللي عايز يحني ايده منها ويبارك للعروسه ويدفع النقطه طبعا العروسه بتتحنى هي وصاحبتها واخواتها وتبقى الحنه في الايدين فالحلو للي لسه ما لكن مفيش مانع العريس يحضر الحنه ويتحنى مع العروسه يعني مش فالوحش زي في الصعيد من الآخر وعلى رأي اللي قال الحنة هتفضل رمز للفرح والسعادة والسرور وهتفضل طقس مصري أصيل بنتوارثه جيل ورا جيل وليلة الحنة عندنا يعني رأس وأغاني حلوة وليلة جميلة للصبح يمكن كمان أحلى من يوم الفرح نفسه خلصت حكاية ليلة الحنة بكرة حكاية جديدة في نفس الميعاد من برنامج على رأي اللي قال داليا الخطيب